ترى مع ما يحدث أن عملية القبضة الحديدية في الخليل قد فشلت في هدفها المعلن وهو الحد من الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين. أريد أن أوضح شيئا مهما، لا نتكلم عن كل المستوطنين في الضفة الغربية. من يقف وراء هذه الاعتداءات ونحن نرفضها وندينها هو نواة صغيرة من المستوطنين، المعظم منهم هم شباب لا يخضعون للقانون، ولذلك الشرطة تلاحقهم وكل من يخالف القانون سيدفع ثمن. الحكومة الإسرائيلية قد بذلت كل الجهود لمنع هذه الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في الخليل وفي باقي أنحاء الضفة الغربية، ونحن نعرف خطورة هذه الأعمال من قبل هؤلاء المتشددين، ولكنهم لا يمثلون المستوطنين وهم لا يمثلون إسرائيل، ونحن نقوم بكل ما بوسعنا للدفاع عن العزل من هؤلاء الاعتداءات. طيب سيد حساسيان، إسرائيل تقوم بما تستطيع وهذه مجرد مجموعة وليس الكل. طبعا